ما هو الفرقان؟ الفرقان في اللغة: من فرق يفرق فرقانا فهو فارق، والمفعول منه مفروق، ويقال فرق الشعر أي سرحه، وفرق بين الشيئين أي ميز أحدهما عن الآخر وفصلهما، ويقال فرق فلان لفلان الطريق أي استبانه، وفرق له الأمر أي بينه وكشفه، ويقال كذلك فرق بين الخصمين أي حكم بينهما. والفرقان هو اسم يدل على كل ما يفرق به بين الحق والباطل، مثل القرآن الكريم. ذكر الله في كتابه العزيز لفظ الفرقان في عدة مواضع، قال تعالى: يجعل لكم فرقانا. وقد ذكر الألوسي في تفسيره دلالة هذا اللفظ ومعناه، فهو يشير إلى الهداية والنور الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين فيفرقون به بين الحق والباطل، وهو كذلك يدل على النصر المبين الذي يتحقق به التفريق بين المحق والمبطل، كما يشير إلى معنى الخروج من الشبهات، وكل تلك الدلالات تشير إلى معنى التفريق بين الحق والباطل. فكلام الله تعالى هو فرقان، لأنه هداية ونور يعين المسلم على التمييز بين الحق والباطل والإيمان والكفر والخير والشر. قال الله تعالى عن القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، كما سمى جل وعلا التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام فرقانا. كذلك قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. كما وصفت غزوة بدر بالفرقان لأنها ميزت بين الحق المنتصر المتمثل بمعسكر المسلمين، والباطل المنهزم المتمثل بمعسكر المشركين. وقد فصلت تلك المعركة بين مرحلتين وعهدين، بين الاستضعاف والتمكين والصبر ورد العدوان. قال الله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. رجح الفخر الرازي في تفسيره معنى الفرقان بأنه المعجزة التي أنزلها الله على أنبيائه تصديقا لهم في دعواهم بإنزال الكتب السماوية عليهم، فقد حصلت بتلك المعجزات الباهرة المفارقة بين دعوى الأنبياء الصادقة ودعوى الكاذبين، كما تحقق بها الفرق بين الكتب السماوية وسائر الكتب المختلفة.